اليوم هو أول يوم افتتاح لهذا المسرح، مسرح الديرة في البصرة. صراحة راح يكون متنفس حقيقي للإبداع وللفن وللمسرح. أنا أحد الممثلين في الأوبريت. البصرة كانت زاهرة وفاخرة بشعبها وبمسارحها الكبيرة التي في كل قضاء كان اكو مسارح، في كل إعدادية مسرح، في كل مدينة خاصة في مركز المدينة كانت اكو 4-5 مسارح موجودة، وحتى السينمات لها مسارح خاصة للعرض التمثيلي وللعروض الفنية.